السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد في قناة إعادة التدوير والخياطة. النهاردة إن شاء الله هنخيط مع بعض الفستان التركي اللي كنا بدأناه مع بعض. ده الأمام زي ما عملنا البطرون وصورنا مع بعض، ده السجاف بتاع الرقبة الأمامية أهو. أنا كل الحكاية عملت بس أوفر علشان يسهل علينا الوقت. بنخيط على مسافة 1 سنتي زي ما قلنا. وما ننساش نفتح القماش عشان الخياطة ترتاح، ما تبقاش فيها كلكعة او زرزرة. زي ما انتوا شايفين لازم افتح القماش. عملنا الحكاية دي في اكتر من فيديو مع بعض. الناس اللي بتسأل للتفتيح، علشان انا لو عدلتها بدون تفتيح مش هتكون مظبوطة معي، فعشان لما اجي اظبطها كده اهو يكون ده شكلها. وده بعمل الحكاية دي في كل حاجة للاطفال او للكبار بالشكل ده. بنعمل الخلف بنفس الطريقة، ده كده الخلف بنفس الطريقة. ده كده تركيب الامام مع الخلف اهو. ده الامام بتاعنا وده الخلف. بناخد الاكتاف وطبعا بنيجي معاها بناخد الجزء ده اللي هو التشطيب، وبنسيب منطقة الكم، يعني بنخيط الجزء ده. وهنا مش بنحتاج نعمل تفتيح. نشوف الشكل اهو. طبعا ده كده بيبقى من جوه، ده الكتف. بنركب الجزء الثاني من الخلف بنفس الشكل. بنفس الشكل كده اهو، كل حاجة جاية على بعضها علشان عملنا المقاسات مظبوطة مع بعض. وبنقفل الجزئين دول كمان. بخيط الدانتيل معايا وبحرص على ان الجزء ده يكون في النص بالظبط. طبعا لو حبيتي تعمليه بخيط اسود مفيش اي مشكلة. دلوقتي هنركب مع بعض السوستة السحرية، وقلنا قبل كده عن الدواسق الخاصة بيها وعن طريقة تركيبها. طيب السوستة عندي استحسن طبعا لو كانت من نفس اللون. وطبعا بفتح الجزء ده شوية، بنفك عند العلامة اللي احنا اصلا اخدناها من الاول علشان نركب السوستة بتاعتنا. نفتح كده، تركيبها سهل جدا، نفس العلامة احنا واخدينها من هنا اهو. حابة تدبسي عشان الامور تكون تحت السيطرة، مفيش اي مشكلة. مسافة كبيرة، انا بحب اخد مسافة. اهو
بقرب ناحية السنون. احذري تطلعي فوق السنون دي، لو طلعتي تبقى الصوص بلط. صوصة كبيرة، الباقي هنشيله مش مشكلة. مش باينة. طبعا هنعمل نفس الناحية، حكاية الناحية التانية مع بعض. الجزء ده بنخيطه بالشكل ده للآخر علشان يمسك في طرف السوستة، مش مشكلة اعمله بنفس الدواسة. نفس الحكاية الجزء ده. شايفين شكلها؟ سهلة جدا. هنعمل نفس الحكاية الناحية التانية. النقطة المهمة عندي تركيب الكم، وسؤال اللي دايما بيجي لو مسافة الجيرو ما جاتش قد مسافة الكم هنعمل ايه؟ طيب انا عندي الكم اهو، بطبقه بالنص وباخد علامة اهي، شايفين علامة الخياطة دي؟ بحط العلامتين على بعض. دي طريقة علشان تقدري تصرفي في الزيادة بتاعة الكم بدون ما تحيري نفسك. تمام، ادي عندي النص بالنص، عندي الطرف ده مع الطرف ده اهو، حط دبوس. الطرف ده معاكي مع الطرف ده، نحط دبوس. شايفين الزيادة فين؟ اهي انا باخد كده. الزيادة دي صغيرة، يعني انا لو عملتها كسرتين او كشكشة بسيطة مش هتأثر معايا ومش هتبوظ الموديل، بالعكس هتدي شكل جميل. لو انا مش عايزة اعمل كسرات، انا عايزة اكون عادي خالص، انا مش عايزة الكلام ده، خلاص انا بحط دبوس وباخد هنا بانتظام، بانتظام جدا، بانتظام لغاية ما اوصل لغاية خط الحردة بتاعي. الزيادة عندي اهي، اخيط عادي جدا جدا الكم بتاعي، واجي لما اقفل الكم وليكن مثلا نفس زيادة هنا مثلا اهي. النقطة دي مهمة جدا، باجي اخيط الكم اهو، باخدها الزيادة مع بعض وبخيط، بيظبط معايا جيرو على قد الكم. لكن انا لو عايزة اعمل كسرتين هيدوا شكل حلو ووسع كمان، انا مش مشكلة عندي ابدا ان هي تبقى زيادة 2 سنتي او 3 سنتي، زي ما قلتلك في اكتر من طريقة ان انت تظبطي بيها المسافة. طيب انا هاخد من اول هنا الخياطة اهو، اتمنى تكون المعلومة دي وصلت لان دايما بتسأل عليها، وبحس ان الناس بتقف عندها يعني ما بتعرفش تكمل، في حين ان الموضوع بسيط جدا، الموضوع كله ابتكار. ابتكري، جددي. انت ممكن قوي في يوم من الايام تكوني سحبت اختراع لوحدك موديل اهو، قصرتين بساط جدا 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 جدا، بقف عندهم علشان الف اجيب القصرتين الزياده التانيين من نفس الاتجاه ده. وبصراحة الشرح النقطة دي عندي أهم من الفستان كله، علشان أجيب الزيادة. متقلقوش من الدانتيل الزيادة ده، شايفين؟
علشان اجيب القطرتين الباقيين معايا اهو. نشوف الكم اهو، موضوع سهل. لما بتيجي تخيطي هم مع بعض زي ما قلتلك، لو مش حابه الكسرتين دول لا عادي زياده تبقى هنا، واخيط كله مع بعضه وهيجي مظبوط. هنكرر الكلام ده في الكم الناحيه الثانيه. كده هنقفل الكم مع بعضه، الاسوده هنركبها بعدين. هناخد المسافه بتاعتنا ونخيط الجزء ده لغايه الجزء ده بالشكل ده عشان نركب الجونيلا بتاعه الفستان. باخد الجزء السفلي او الجونيلا خياطة من ناحية دي وخياطة من ناحية دي عشان اركبها بالجزء العلوي. شايفين كده الجزء الفوق مع الجزء الاسفل وجه بالظبط، لان قلنا الفستان ده بدون كسرات بدون كشكشة، ولكن في توسعات بتديك شكل الكالوش. نخيط مع بعض ونشوف الشكل النهائي، بس طبعا هنعمل الاسورة. خلاص خيطنا، بنشيل الزيادة من السوستة مش محتاجينها. نضفي شغلك اول باول علشان يكون شكله كويس، وطبعا هتكوي الحاجة على مقلوب، ما بنكويهاش ابدا وهي معدولة عشان المكوى ما تسيبش لمعة، خاصة الحاجة الجديدة. هنعمل مع بعض دلوقتي الاسورة، والاسورة عبارة عن مستطيلين. احنا قلنا ان المسافة بتاعت الاسورة هنا 22، باخد نصها اللي هي 11، وباخد الطول اللي انا عايزاه، فده كان الطول المطلوب. خيط المستطيل بعمله كده اهو علشان ده يكون شكل الاسورة بالشكل ده، وبركب هعمل لها اوفر وهركبها دلوقتي في الكم. طريقة تركيب الاسورة اهو، خط الخياطة ده باخده مع خط الكم، يعني بدخل الاسورة وباخد مع بعض. لو في فستان زي ما انتم شايفين في توسعات تديكي شكل انها كالوش، لكن هو بدون اي كسرات بدون اي حاجة. زي ما انتم شايفين انا عملت الفيديو على 3 مراحل علشان كل جزء ياخد وقته في الشرح كويس. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك واشتراك للقناة عشان تعمل فائدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.